بسم الله الرحمن الرحيم، ونستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. عندنا إن شاء الله محاضرتنا هتكون هي introduction لل blood and tissue nematodes. blood and tissue nematodes أو بنطلق عليهم اسم الفلاريال ويرم. فلاريال ويرم وديل بيختلفوا شوية من باقي النيماتود، ونشوف الجنرال فيتشر أو الجنرال كاركترستيك ليهم. هم شو هم؟ سيميلر لكل النيماتود في الحياة اللي قلناها، إنه النيماتود عندها السكس ار سيبريت، عندها هي سلندريكال والحاجات اللي قلناها في النيماتود، لكن بالاضافه للحاجات ديل عندها كومبلكس لايف سايكل. كومبلكس لايف سايكل يعني هنا اللايف سايكل محتاجه لانترميديت هوست، والانترميديت هوست هنا ميل اللي هو عباره عن فيكتور. فيكتور اللي هو ناقل حشره، هي والحشره دي لازم تكون هي بلاد ساكينج انسكت. بلاد ساكينج انسكت، وإن كان في المدينة وين بيحتاج للسايكلوب. طيب هنا بلقى الفيميل بتطلع لنا لارفا اللي هي بنقول عليها لارفي بيرس أو فيفي بيرس. لارفي بيرس يعني ما بتطلع شنو؟ لارفا. اللارفا دي بسموها المايكرو فلاري. المايكرو فلاري أو هي L1 داخل الحشرة بتتحول L2 وبتتحول L3. L1 هي المايكرو فلاريا، و L1 هي عبارة عن الدياجنوستيك ستيج. L2 داخل الحشره، و L3 هي الانفكتيف ستيج. L3 هي الانفكتيف ستيج يعني هي داخل الحشره بتعمل لنا معروف ب بيسموها الديفلوبمنتال ترانسميشن، ديفلوبمنتال هوست. طيب which differ in morphology according to species. بعد ذلك بتختلف according للسبيشيز او فيلاريا. المايكروفيلاريا سيركوليتنج ويز بلاد، يا متى في البلط يا متى بتكون في التشو او البراسايتيميا حقتها بتكون في اوقات معينه اللي بنسميها الاول الابر ليفي لها بيكون في وقت معين. ده الوقت ده بنطلق عليه البريوديسيتي، وده بتناسب مع التغذيه حقت الحشره. يعني الحشره دي لو بتتغذى او بتشيل البلط ميل حقتها، يعني سبحان الله من جسم الانسان بالليل المايكروفلاريا دي النشاط حقها بيكون شديد جدا، وبتجي في المنطقه حقت السكين او بتكون قريبه عشان الحشره تقدر شنو تشيلها، يعني حاجه هي من صنع الله. طيب الاضل انهبت في سيرتيان تيشوز الجسم، كان يكون في الليمف جلاند، في الليمفاتيك سيستم، ديب كونكتيف تيشو، سبكيوتينس تيشو، في البودو فلويد، وعشان كده هي بتعمل ليش انه الديسيس في المكان اللي بتكون موجوده فيه بيكون فيها في مشاكل. عشان كده ودي طبعا اكوردنج للسبيشيز، في سبيشيز بيكون في الكونكتيف تيشو، في سبيشيز بيكون في الليمف جلاند وهكذا. عندها كلها ماسكلو جلاندولر اوسفيكس، ماسكلو جلاندولر اوسفيكس، عندها ثيمبل ماوس بارت وفي الفور شيب، الشيب حقها شعيب في الفور. السايز حقه ذاته بيختلف، يعني حضرتك بلقاها اكثر من متر وحضرتك بلقاها سمول سايز. البريزنس اوف مايكروفلاري في البلط زي ما قلت في بيك نمبر اللي بنسميها البوليسيتي بيكون كونسايز للهايبر اكتيفيتي للبلط ميل اوف فيكتور. الفلاري البوليسيتي ممكن نقسمها لاربعه، يا اما تكون نوكشيرنال اللي هي في الليل ات نايت، او دايرنال في الافترنون او في الدي لايت، او سبيريوديك يعني ممكن تكون عندها نشاط معين في يا اما في الايفنينج، يا اما تكون في او ممكن تكون في ال 24 او هي نون بيريوديك في ال 24 ساعه، لكن السبيريوديك ممكن تكون يعني الصباح بدري او بالليل خالص كده، فدي بنقول عليها سبيريوديك. او بتكون نون بيريوديسيتي انه في ال 24 ساعه تكون قاعده، دي البيريوديسيتي دي ما يعرف بيه البيريوديسيتي. طيب في الجدول ده بنشوف انه السبيشيز حقتنا كلها في الفيلاريا الباثوجينيسيتي ممكن تعمل لنا شنو، الاضل موجود وين، والمايكروفيلاريا حقتها موجوده وين، والفيكتور هو شنو. يعني لو اخذنا مثال البوكاريريا حنيجي نحن ناخذ الحاجات دي بالتفصيل، لكن لو شفنا اللي هو شريريا والبوكاريريا بانكروفتي بلقى الباسيوز حاجات بتعمل لها معروف بالالفنتياسيس،
اللي هو مثلا تعمل لينفنجايتيس، تعمل فيفر، الفنتيزيس، هيدروسيل فلويد، تشايل يوريا، بتكون موجوده في الليف، خاصه في اللور ليف، اللور ليف اللي في الارجل تعمل ده الفيل. المايكروفليرا حاجات بتكون موجوده في البلط، المايكروفليرا بتميز بانه فيها شيس خلاص، عندها شيس من الخارج، هي بيرميسيت حاجتها نكشان لانه بتزامن مع نشاط الموسكيتو، كل انواع الموسكيتو ممكن تنقل عليها في الموسكيتو. طيب ده كمثال، ده باقي الجدول فيه هو السبيشيز المهم بالنسبه لنا اللي هو لوا الانكوسيركا فالفيولوس والوشاديريا بانكروفتي والبروجيا مالاي، ديل ما موجودين عندنا هنا لكن ممكن اسوي برضه يطلع عليه. طيب لو جينا شفنا مواصفات المايكروفليريا بلقاها سلندريكال شيب اكتف ليموتايب، السايز حقها بيختلف اكوردنج للسبيجز لكن ما بتعدى يعني بتراوح من 250 ل 500 مايكرون. هي هي موست نيكوليتد او فيها سبيس، يعني بلقى فيها الحته الاماميه بلقى في رينج بلقى في نيوكليشن. النيوكليشن ده هو ذاته اللي بيحدد لي يعني جزء من الحياه بيحدد لي شنو انا اعرف المايكروفليريا دي كيف. هم الهيد سبيس، النيرف، الاكزيكيوتر سيلز، الانر بودي سيلز، الجينيتر سيلز، الاكزيكيوتر سيلز والانال اند جينيتال سيلز، دي الاجزاء حقتها. بتتصرف طبعا عادي بالجمسه بيعيش منه وبتشاف يعني زول في البي اف عادي ممكن انا افرق اقول هي دي منه. طيب ما بي شيست، الشيست ده واحد من الحاجات المهمه جدا في الدفرنشيشن اكوردنج للسبيشيز، هي دياجنوستيك ستيج. طيب الدفرنشيشن عشان انا اجي افرق بين المايكروفير بيعتمد عليه حاجات معينه. السامبل، انا شلت السامبل من وين؟ وزمن السامبل البيريودستي، هل السامبل حقتي كانت بلط؟ كانت من الليمف؟ بيريودستي شلتها بالليل، سبوريديك، نان بوريديك، نوكشيرنال، دايرنال، البريزنس اوف شيس، هل فيها شيس ولا ما فيها شيس؟ لانه الشيس ده في ثلاثه فيهم شيس وفي ثلاثه ما فيهم شيس. التيل تيب شكله كيف؟ التيل نهايه التيل هل هي بوينتد ام هي بلانت؟ دي برضه بتحدد. هل التيل ده نهايته فيه نيوكليشن ولا ما فيه نيوكليشن؟ برضه بتفرق لي بين السبيشيز. والباترن اوف نيوكليشن، هل النيوكليشن حقها كورس كبير او هو فيو، هل هو منتظم ما منتظم؟ دي كلها هذه الحاجات اللي انا بعتمد عليها عشان احدد المايكروفليريا دي حقت منو بالضبط. طيب في الجدول ده بعرف ده للتفريق، لكن طبعا لما نشوف الصور بيكون التفريق افضل. يعني مثلا عند الكوريريا والوشاريري بانكروفتي السامبل حقتها بشيلها من البلط او من الليمف نود، تمام، بشيلها نوكشيرنال بالليل، هي فيها شيس، فيها شيس. التيل اوف ذا تيب ما فيه بوينت تيل، هو بوينت تيل وما فيه نيوكليا. البتن في النيوكليشن حقها فاين وفيه خلاص. لو جينا نلقى البروجيا واللولوة الثلاثة ديل عندهم شيس، يعني أنا من أشوف لو جيت في شيس بخط الثلاثة ديل، ما في شيس بخط الثلاثة ديل، تمام. طيب العين شيلتها 200 نوكشيرنال، عندي اثنين يا إما تندية يا إما تندية خلاص. الدايرنال هي واحدة فقط اللي هي اللولوة، والنن بوريدي هي الباقي. العينة من الليمف نود، هما الاثنين دول مشتركين في الليمف نود خلاص. البلط هو اللي ولو فيه المانشانيلا وفيه الازاردا. السكين سنيب واحد اللي هي دية والونكوسيركا برضه نشيلها من السكين سنيب. يعني دي الحاجات اللي بنفرق بها ميلي، لكن ميلي مثلا بنشوف الشيس، في شيس ولا ما في شيس؟ ده بيفرق لي بصوره كبيره جدا. بعد ذاك بشوف التيب اوف ذا تيل، هل التيب اوف ذا تيل ده فيه نيوكليشن ولا ما فيه؟ لو في نيوكليشن يا اما النيوكليشن ذاته شكلها كيف؟ هم اثنين ظاهرين، ده طوالي بروجي علي. لو كان كثيره دي اللي هو نوع وفيها شيس، ما فيها شيس ما فيها شيس وفيها نيوكليشن، دي واحده من دين وهكذا. يعني التفريق سهل جدا، ما في مشكله، بتشاف ان شاء الله في اللاب باذن الله تعالى. طيب دي كده ان شاء الله بكون محاضرتنا لليوم.